انفيتي من نوع خاص مادام قلنا انه اليوم العالمي لفئه ذوي الهمم جانا انفيتي اليوم وجا سبيسيالمون باش يشوف فريق بالقايد دونك فوالا اعطوني رؤوف رؤوف باش نزيد الثقه على رؤوف جيبوا في الوسط اه بيان سور رؤوف بكوش بكرون ايوا احضر هنا يلا بكرون اسمح لي رؤوف ما تبهدلني اسمح لي رؤوف هاك هاك الميكرو خلينا نشوف الميكرو هاك تفضل الميكرو هكذا اوب هكذا حط الميكرو هكذا قدامك رؤوف واش راك؟ والله لاباس الحمد لله انا فرحان انك جيت معنا اليوم ربي يحفظكم اود وانا اشكر في اولا ارد على اود وانا اشكر اخي العزيز وصديقي محمد سليماني لا شكرا لك الذي لبى لي طلبي وانا فرحت لأجل رؤية الصديق العزيز فاروق بالقايد الذي قضيت معه في شبيبة القبائل حوالي 10 أيام إذا كنت تتذكر إيه؟ لما كنت نقول لكم باللي فاروق بالقايد شوف فاروق بالقايد كل ما نحكي عليه كل واش نحكي عليه لو كان نحكي على المشوار نتاعو ما يخلصش صح فاروق بالقايد لو كان عطاوه الحظ في المنتخب الجزائري يروح النادي أجنبي كبير صح وفاروق بالقايد كان القائد المثالي لشبيبة القبائل والله ولم أنسى ما قدمه فاروق بالقايد لفريق شبيبة القبائل أنا مشجع فريق وفاق سطيف وكنت ولا مباراة نهائية سبقتني لفريق شبيبة القبائل في كأس الكاف كنت ثلاث نهائيات شاهدت ثلاث نهائيات لفريق شبيبة القبائل بيتشي اه خلص فيك خلص تو والله العظيم نقول لك حاجه والله غير حقار انت والله غير حقار ونقول حاجه نقول لك والله ما تقدر لي انا بس ان الثقه سارق ويبكي او يبكي بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور لانه سي ليموسيون بيان سور فاروق وطني برافو فاروق والله غير وطني انا شوف صدقوني لما يبكي فاروق والله غير يبكيني دقيقه باسكو انا كي جا راهو باش نعاودو نهضرو واش حكينا البارح انت كي جيت البارح كنا تلاقينا في المقر تاع القناه قلت لي السي في تاع فاروق راهو عندي من الاول للاخر انا قلت لك ها وقتاش جا الجياسكا هو جا الجياسكا في 96 في عمره 19 سنه صح فاروق ولعب 9 سنوات في فريق شبيبة القبائل اها 8 9 97 97 صح 97 97 لعب 8 سنوات في فريق شبيبة القبائل وقضى عام في اتحاد العاصمة وقضى عام في مولودية العاصمة واربع سنوات في وفاق سطيف هاي يا سيدي هاي يا سيدي يعني كل ما نحكي على السيرة الذاتية لفاروق للاعب والقائد المثالي فاروق بالقايد الذي أعطى صورة ممتازة ورائعة في القسم الوطني الأول صافي أخلاقا لاعبا قيادة لفريق شبيبة القبائل وكل شيء ولن أنسى الدموع التي كان يذرفها فاروق بالقايد من اجل المنتخب الجزائري. راشك والله لن انسى دائما. رؤوف باش الناس تعرف ثاني باش تعرف الناس انه رؤوف متحصل على شهاده الدكتوراه هكذا. مازال اني في الانجاز. ان شاء الله. اني في الاطروحه. واش درت؟ ادب عربي تحليل الخطاب. الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله اراده كبيره عند رؤوف. يا رؤوف.